هام جدا لأصحاب المعاشات، 5 قروض من بنك مصر الاجتماعي بشروط ميسرة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يقدم بنك مصر الاجتماعي مجموعة متنوعة من القروض بشروط ميسرة، منها 5 قروض لأصحاب المعاشات، لأن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود ومن الشرائح التي تواجه معاناة شديدة في توفير متطلبات الحياة. قرض بنك ناصر للمعاشات. قروض المعاشات من بنك ناصر يقدم تلك القروض بشروط ميسرة، تعتبر من أكثر التسهيلات اللي بتقدم للشريحة. أولا، تمويل سداد المصروفات المدرسية. المستندات المطلوبة للقرض ده طلب الحصول على تمويل، صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، خطاب من المدرسة بالسنة الدراسية وقيمة المصروفات، بيان قيمة المعاش أو حصة الوريث بالمعاش. ثانيا، قرض الزواج. المستندات المطلوبة في قرض الزواج صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة، برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة، بيان مفردات المعاش، أصل عقد القران وصورته بشرط ألا يتجاوز تاريخ عقد القران 7 سنين. القرض الثالث، قرض تأسيس شقة. المستندات المطلوبة صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة، برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة، بيان مفردات المعاش، أصل عقد القران وصورته، تحويل المعاش لفرع المقدم له الطلب. رابعا، قرض الإسكان. قرض الإسكان المستندات المطلوبة فيه يتم التقديم في نفس الفرع الذي يصرف منه المعاش، صورة الرقم القومي، برنت بالرقم التأميني للمقترض، بيان مفردات معاش، صورة عقد سكن، آخر إيصال مرافق. خامسا، قرض تحسين الدخل. المستندات المطلوبة أن يكون معاش المقترض بنفس الفرع الذي يتقدم له، صورة الرقم القومي، برنت الرقم التأميني، بيان مفردات معاش، استمارة التقديم يكون معتمدة من الفرع، آخر إيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز. إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، وإن شاء الله كل يوم هننزل تفاصيل قروض جديدة. هام جدا.